اخدت موافقه شركه الميه ان انا اعمل ماء خزق داخل محطه الميه الدشنه واعمل جسم المحطه تبقى تكون قريبه في الجبل قريبه من الشيخ علي ونجا سعيد ونجا عزوز. واخترنا العشر عمدين دول في اعلى حته بحيث خط الطرد بتاع الميه هيطلع من دشنه على المحطه هناك هيرمي. وانا واثق من هذا الكلام دي تجربه سنين 20 سنه هيرمي او هيضخ الميه من اول بيت في نجا حمادي لحد اخر بيت في ابو دياب في الغوصه في مركز دينا. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! شكرا لكم.